عدم وجود قدرة للحكومة وللدولة العراقية في تبني خطط استراتيجية من أجل تنمية الاقتصاد العراقي، ودليل هنالك تخبط من قبل الحكومات المتوالية، وبالتالي عندما تتغير الحكومة تجب ما قبلها، وهذا الأمر حقيقة هو أس المشكلة في تبني خطط استراتيجية تكون إلزاماً على الحكومة التي تفوز بالانتخابات أو تكلف بأن تتبنى أو تأخذ على عاتقها إكمال هذه الخطة. وبالتالي اليوم نشهد هنالك أزمات اقتصادية كبيرة جدا وصلت إلى حد عدم قدرة الحكومة على تغطية رواتب الموظفين، مع وجود بنى تحتية متهالكة، وجود بطالة وصلت لأكثر من 50%. نحتاج إلى عملية إصلاح اقتصادي شاملة تتجاوز حتى الرؤية المطروحة في ما يسمى بالورقة البيضاء. الورقة البيضاء تقريبا تعالج قضايا أشار إليها صندوق النقد الدولي، ومحاولة إيجاد حلول استراتيجية قد تحتاج مدى زمني طويل، ولكن الرؤية الاستراتيجية لن تخدم بقدر خطط قصيرة أو متوسطة المدى يحتاجها الواقع العراقي اليوم، لا سيما حتى الآن ليس هنالك رؤية اقتصادية واضحة، بل رؤية ضبابية ولن تستطيع أن تشخص ما ستؤول إليه الأمور في الأشهر المقبلة.